ورجعنا لكم تاني. طبعا ينضم الي في هذه الفقره ضيفين كريمين، الكابتن محمود شعريه. اهلا وسهلا كابتن محمود. اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ كل سنه طيب. ومعايا الكابتن محمود طه. اهلا وسهلا كابتن محمود. اهلا بحضرتك كابتن. الحمد لله تمام. الحمد لله. في البدايه طيب، في البدايه عايز اتكلم عن المواهب الرياضيه وبالاخص في محافظه كفر الشيخ. والله حضرتك يعني كفر الشيخ مليئه بالمواهب والقدرات الفنيه العاليه جدا. باللعين. ايوه طبعا تمام، بس للاسف الشديد المدربين اغلب الوقت بقوا بينظروا نظره تانية للعيبه، يعني تمام من ناحيه المواهب، فما عادش حد اقصد يعني ما عادش اللاعب اللي هو الموهوب اللي بيرقص بيعرف يمسك الكوره. ايوه هو ده اللي بتمشي معاه دلوقتي. الكوره بقت صناعه، عباره عن صناعه للاسف الشديد. اللاعب الموهوب ما عادش له دور خالص في الملعب للاسف الشديد، ودي حاجه زي مثلا اختفت من بعض الشيء بالظبط. وانت كابتن محمود برضو ايه رايك في النقطه دي؟ والله كابتن اختفائها كده فجاه. والله كابتن احب اوضح نقطه، ان لعيبه الكوره عامه يعني بتنقسم الى شقين، شق مهاري وشق بدني. تمام. بس اصبح في كره القدم الحديثه ان الشق البدني بقى غالب على مستوى اللعيبة، اهم طبعا ومطلوب، واختفى الشق الفني يعني بنسبه بعيده جدا. فيعني نتمنى من الكشافين او المدربين الانديه اختيار اللعيبه على حسب مستواهم الفني، على حسب تمام. كره القدم على حسب فنياتهم مش على حسب القوه البدنيه بتاعت اللعيبه. تمام. طيب عايزين نتكلم برضو عن التراخيص الاكاديميات والشغل الجيد اللي كان عامله الدكتور محمود سعد وترخيص الاكاديميات، كانت حاجه كويسه للاتحاد المصري لكره القدم. بالمناسبه كابتن اعرف حضرتك بنفسي سريعا كده، انا كنت ناشئ نادي الزمالك ونشئ نادي غزل المحله في الفتره اللي كان الدكتور محمود سعد فيها رئيس قطاع الناشئين. تمام. فيعني كان فتره مميزه جدا، لكن امكانيات وظروف النادي ما ساعدتناش يعني الفتره دي. فالاكاديميات للاسف الشديد بقى اي حد بيعتمد على المعارف. انت بدات في الزمالك؟ بدات في الزمالك ناشئين. تمام. قعدت كام سنه؟ قعدت سنتين مع كابتن شكري حسن. كابتن شكري حسن حضرتك عارف يعني. تمام. ده غني عن التعريف. طبعا. دكتور محمود كان مدير قطاع الناشئين. ده دكتور محمود ده دكتورنا الكبير طبعا. ايوه طبعا. وبعد كده انتقلت لنادي غزل المحله مع مين بقى غزل المحله؟ عشان مع الكابتن ايهاب غنيم، كابتن مصطفى عبده، كابتن محمد الهلباوي. تمام. كابتن حمزه الشهاوي. ما حصلتش انت كابتن شيف الخشاب؟ لا انا عارفه شخصيا. كان ماسك الفريق الاول. تمام. عارفه شخصيا. الشخصيات الجميله كابتن، شخصيات جميله جدا. فللاسف الشديد يا كابتن ان كل الناس بتعتمد على الايه، على المعارف حاليا. ان انا مثلا عارف كابتن احمد عنده ولدين، ممكن اكلمه يجيب الولدين يتمرنوا عندي. تمام. لكن كابتن احمد ما بيبصش انا ايه مؤهلاتي كمدرب. تمام صح. يعني يا ريت اتحاد الكوره مثلا او وزاره الشباب يقنن هذا الوضعيه للمدرب. طبعا يحدد معايير لاختيار مدربين يفتحوا اكاديميات او تراخيص للاكاديميات، مش اي حد كده ملعب ودب دخل كده. طبعا لازم يكون عضو نقابه. تمام. احنا كابتن مهن الرياضيه حصل على الرخصه، حصل على دورات الدوره الاساسيه يعني عشان بحس يقدر يشتغل. يبقى انت راجل في المجال. للاسف احنا نوهنا اكتر من مره في البرامج يعني مرارا وتكرارا ان ولي الامر المفروض يتعامل ابنه رايح لمين، اطلع على بطاقته مش هنخسره حاجه بالزبط. يعني حاول تشوف هل الراجل عضو نقابي مكتوب المهنه مدرب كره قدم ولا ميكانيكي، ولكن اولياء الامور ودن من طين ودن من عجين. معايا الكابتن وجدي علوه مراسل البرنامج الجميل. اهلا وسهلا كابتن وجدي. اهلا بيك كابتن احمد، تحياتي ليك ولضيوفك ولمشاهدينك في كل مكان. حبيبي كابتن وجدي. كابتن وجدي، اخبار الشرقيه وبالاخص دوري القسم الثالث، وطبعا نادي الشرقيه للعام الثاني على التوالي، في ايه بالظبط؟ توضيح بسيط كابتن احمد، نادي الشرقيه هو الموسم الثالث على التوالي ليه في دوري القسم الثالث. تمام. والموسم القادم هيكون الموسم الرابع لنادي الشرقيه العريق في دوري القسم الثالث. اليوم قلت الاستطار على مباريات المجموعه العاشره بدوري القسم الثالث، المجموعه التي تضم فرق الشرقيه والاليوبيه. يمكن كان في افراح في بلبيس الصاعد اللي بنقول له مبروك لمنظومه بلبيس المحترمه بقياده رئيس النادي الحاج حموده محمد حموده. صعد بلبيس من الجوله الماضيه كابتن احمد، واليوم كان عنده مباراه مع شباب الجرب الهابط، شهدت لفتة طيبة من شباب الجرب بإقامة ممر شرفي لفريق بلبيس الصاعد من الجولة السابقة، بنقول لهم مبروك.
شرقيه المركز الثاني، وكانت في مباراه هامه ايضا اليوم كابتن احمد، هي مباراه الحوافز ما بين فاروق خلف كانت على المركز. الو كابتن وجدي. المركز الثالث معروف ان جوائز القسم الثالث المركز بياخد من الاتحاد المصري لكره القدم 100,000، والمركز الثاني 100,000، والمركز الثالث هو فريق 100 خلف 50,000، والمركز الرابع والخامس وهما ناديا فاقوش وشباب تلا الانضمام للجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم. اخيرا هقول مع بعض رباعي الهبوط، هو فريق عرب الرمل وثلاث فرق من الشرقيه، نادي ديار بنجم وشباب ديار بنجم وشباب عرابي، وعارفين مسبقا طبعا قلنا قبل كده صعد شباب كفر صار للقسم الثالث، وكانت الايام الماضيه شهدت يعني حاله من الغضب العارم من جمهور الشرقيه عبر صفحات الفيسبوك والمواقع، ازاي فريق كبير وفريق محافظه عريق يكون موجود في القسم الثالث وطول جدا يعني الموسم الرابع ليه على التوالي. وفي انباء ان اللجنه المؤقته التي تدير نادي الشرقيه تبحث حاليا مع قدام اللاعبين وقدام الرياضيين بالشرقيه عن تكوين لجنه كره للاستعداد مبكرا للموسم القادم اللي هتكون المنافسه فيه شرسه نظرا لهبوط فريق سيرس الليان احد الفرق الصاعده الموسم الماضي، وهبوط ايضا نادي جمهوريه شبين اللي من ضمن المجموعه دي في منطقه الخطر. وكده طبعا يعني نقول مبروك بالبيس هارد لك الفرق اللي هبطت، ودايما نكون موجودين كل سنه معاك في تغطيه القسم الثالث والقسم الرابع وكل اخبار الرياضه في محافظه الشرقيه مع حضرتك. شكرا جزيلا كابتن وجدي علوه مراسل البرنامج الشخصيه الجميله، اللي صراحه بانتهاء هذه او اخر مباراه وهي فوز بالبيس وصعودها للممتاز به، ان شاء الله نتمنى موسم جديد باذن الله ومراسلين باذن الله في جميع المجموعات باذن الله على مستوى الجمهوريه. وبنكرر مبروك لنادي بلبيس صعوده للدوري الممتاز به، وهارد لك نادي الشرقيه. كابتن محمود برضو عايز اتكلم عن التراخيص والمدربين الحاصلين على الدورات التدريبيه، طبعا الى اين هتختفي ظاهره الدخلاء اللي هم بدون اي حاجه وشغالين؟ لو اتحاد الكوره او المسؤولين يعني عن الرياضه في مصر حطوا زي رقابه كده على الاكاديميات وعلى الملاعب الخاصه بحيث يكون في رقابه على المدرب، إيه انت ايه مؤهلات حضرتك، مثلا مندوب من اتحاد الكوره او موظف في المنطقه اللي تابع لاتحاد الكوره في الفرع مثلا، يروح للملعب يعرف ان في اكاديميه يسال المدرب لو سمحت وريني ترخيص حضرتك للاكاديميه او ترخيص حضرتك او كارنيه حضرتك كمدرب او الملعب اللي انا بشتغل عليه او الملعب مثلا. يعني ما فيش مركز شباب او نادي يقدر ملاعب الا اشوف مين ده او وضعه ايه. طبعا تمام. كابتن محمود برضو احنا بنتكلم عن الدخلاء في المجال اللي انتشر بقى، اي حد دلوقتي يلبس فانلة وشورته وكاب، مدرب جاي مدرب رايح، الدنيا باظت خالص. ولكن عايزين نقنن هذا الوضع، في فكر جديد، في حاجه يعني ممكن نضيفها؟ والله يا كابتن انا بدات حياتي في الكوره مع كابتن مع في النادي الاهلي مع كابتن بدر رجب. تمام. كابتن بدر من الشخصيات اللي الكوره المصريه افتقدتها. تمام. كابتن بدر كان عينه على اللعيبه، بيعرف ينقي اللعيبه بلعب الكوره كويس. تمام. كل لعيبه مصر الجيل اللي فات ده كله، كل لعيبه مصر كابتن بدر رجب هو اللي مطلعها. كابتن بدر ده حاجه كويسه، موهبه. موهبه لازم الكره المصريه تستفاد منها. تمام. معانا المدربين هنا كل يعني مثلا حته التزوير ديت، المدربين هنا اي حد بيبقى مثلا طويل قوه بدنيه كويسه بيتاخد بيلعب كوره. تمام. ايا كان بقى سنه، ايا كان ممكن يبقى مزور، ممكن يبقى مغير في شهادات ميلاده، فلازم اتحاد الكوره يهتم جدا بالنقطه دي، لان ديت بتضيع جيل كامل. تمام صح. من الموهبه. طيب يا ريت لو في صور كده نعرضوها او بقيه الصور، طبعا الاجهزه الفنيه لقطاع البراعم، طبعا ده الكابتن الكرامي طبعا مدير القطاع الناشئين، والكابتن احمد مدير قطاع البراعم، والكابتن شادي والكابتن اشرف طبعا مدربين القطاع. يا ريت كده نعرضه برضو الصور دي، جانب من الاختبارات اللي اقيمت اول امس. تمام. دي اختبارات طبعا ممتازه، الكابتن محمد فتحي طيب
تمام كابتن احمد الدودار والكابتن شادي، يا ريت الاجهزه الفنيه بقى نعرضوها. تمام ماشي، ده جانب برضو من الاختبارات اللي اقيمت الايام الماضيه. صور المدربين بقى لو موجوده. تمام احنا بنكرر الصور ليه؟ يا ريت لو الصور الجديده الثانيه. ما في صور تانية يعني؟ صور قطاع البراعم. ايوه ايوه يا ريت توقف لي شويه بقى على الصور قطاع البراعم. طبعا المدربين الكابتن محمد الشاذلي، الشخصيه الجميله المحترمه، طبعا كابتن محمد خطاب اسف المدير الاداري لقطاع البراعم المصري السلوم، ومن الشخصيات الجميله. تمام ده طبعا الكابتن احمد الورقي مسؤول التسويق بقطاع البراعم بنادي المصري اف سي، احد انديه الممتاز به. طبعا الاستاذه امنيه العطار، طبعا طبعا سوشيال ميديا المختصه بالسوشيال ميديا. طبعا الكابتن يا ريت الصوره اللي قبل دي بعد اذنك، اللي قبليها اللي هي الكابتن ياسمين مدير فني الى 2002. ايوه الكابتن ياسمين مديرا فنيا لمواليد ال 2012 بقطاع نادي المصري اف سي، احد انديه الممتاز به اللي بيتمرن في القاهره. ماشي اللي بعديه الكابتن علاء خميس مدرب حراس المرمى. تمام الكابتن احمد الصاوي مدير فني مواليد 2009 من المدربين المميزين. طبعا طبعا النجم احمد رضا جلاله حارس مرمى 2005 اللي تم طبعا توقيعه عضو لنادي المصري اف سي، احد انديه الممتاز به بالقاهره. ومعاه الكابتن محمد السبكي طبعا من الشخصيات الجميله. ده الدكتور محمد راشد اخصائي اصابات الملاعب بقطاع البراعم بنادي المصري اف سي، احد انديه الممتاز به. طبعا توقيع اولياء الامور على الثمارات انضمام القيد بنادي المصري اف سي. طبعا كابتن محمود شعريه برضو يعني حابب تشكر مين في المجال بقى شكر خاص في المجال الرياضي؟ كده هاخد من وقت حضرتك كتير، ناخد ساعتين كتير. ربنا يخلي حضرتك. اتفضل. طبعا على راسهم كابتن الكبير ربنا يديله الصحه كابتن فاروق هيكل، ده اول حد بدات معاه يعني. كابتن رضا ابو جبل حضرتك عارفه طبعا. تمام. كابتن شخصيات جميله. كابتن مختار داوود، كابتن حمد اسماعيل، كابتن حمد العش، ناس كتير لها فضل عليا صراحه، شخصيات جميله وشخصيات محترمه معاهم. وانا حاليا لسه بلعب كوره على فكره. انت بتلعب كوره؟ انا بلعب. ناخدوك معانا السنه دي حبيبي يا كابتن. معايا الله يخليك يا حبيبي، معايا الكابتن احمد عبد السلام العربي مراسل البرنامج. طبعا اهلا وسهلا كابتن احمد. مساء الخير مساء الخير يا كابتن احمد، منور الدنيا انت وضيوفك الكرام. حبيبي يا كابتن، عايزين نتكلموا عن مجموعه الدقهليه والتي اشتعلت فيها المنافسه في القسم الثالث بين نابارو وشيكو وبالاس، ولا يا ريت وضع المجموعه كابتن احمد؟ وفي حضرتك. اتفضل. هقول لحضرتك على كل حاجه يا كابتن. اتفضل يا كابتن احمد. انطلقت اليوم الجوله 27 للمجموعه التاسعه. المجموعه التاسعه. الدقهليه. لدور القسم الثالث، وبيسموها في السوشيال ميديا كابتن احمد مجموعه الموت. تمام كابتن. تضم من انديه اصحاب جماهيريه غارفه زي نادي نابارو ونادي بلاس ونادي شربين. تمام كابتن. اسفرت النتائج اليوم عن فوز نابارو المتصدر على كهرباء طلقه بهدف في اللحظات الاخيره ليتمسك بصداره المجموعه برصيد 60 نقطه يا كابتن. 60 نقطه. الثاني يا كابتن؟ مع المدرب القدير الكابتن اكرم عبد المجيد. طبعا طبعا الكابتن اكرم عبد المجيد ده شخصيه جميله ومدرب كفء. تمام. اما فريق شيكو حقق فوزا صعبا خارج الديار على نادي شربين بهدفين دون رد ليصبح رصيده بمطارده المتصدر نابارو برصيد 58 نقطه. فرق نقطتين يا كابتن. تمام. فرق نقطتين ومتبقي مباراتين لفريق نابارو يا كابتن، وثلاث مباريات لفريق شيكو. ده المجموعه ديت لسه يعني في الزفير الاخير هنعرفه مين صاحب بطاقه الصعود. الهابطين يا كابتن كده، ولكن لقاء نابارو القادم هيكون لقاء قوي جدا مع صاحب المركز الثالث وصاحب نادي صاحب الجماهير نادي بلقاس، وبعديها يقابل نادي الاهلي.
تمام. الهابطين رسميا يا كابتن حتى الان في هذه المجموعه؟ الهابطين رسميا يا كابتن نادي دقادوس. دقادوس ده هبط كده. دقادوس ومين والمنزله؟ اتحاد المنزله. اتحاد المنزله يا كابتن احمد. دول رسميا هبطوا كابتن القسم الرابع. وعمال المنصوره بنسبه 80 90%. هيحصلهم يبقى التالت بتاعهم. هيحصلهم. وتختتم الجوله الاخيره غدا بين لقاء مهم جدا. اتفضل. بين سبان دواي ومنيا سمنود. تمام. وبقول لحضرتك يعني عمال المنصوره ودقادوس منزلة نادي اتحاد المنزلة شبه دول رسميا هبطوا. تمام يا كابتن. اما المجموعة السابعة اللي هي مجموعة دمياط يا كابتن احمد. ايوه المتصدر بورفؤاد برصيد 60 نقطة. ايوه الثاني الثاني كهرباء الاسماعيلية برصيد 58 نقطة. 58 الثالث ومتبقي جولة واحدة يا كابتن. يعني اللي هي الأسبوع الجاي آخر جولة. اخر جوله يا كابتن وتؤكد هبوط سماد السويس. سماد السويس وابو سوير. وابو سوير وغزل السويس والقنطره غرب. وغزل السويس دول هبطوا رسميا. دول هبطوا رسميا يا كابتن. شكرا جزيلا كابتن احمد عبد السلام العربي مراسل البرنامج من محافظتي دمياط والدقهليه. مواضيع بسيطه. اتفضل. النادي شيكو حاليا تم تغيير اسمه لتغيير لبونيز. تمام ماشي توضيح كويس. قول لي كده كابتن محمود حابب تشكر مين في المجال بقى؟ والله يا كابتن انا صاحب الفضل الاول والاخير عليا في مجال كره القدم هو والدي. تمام. والدي هو اللي حطيني على الطريق وانا صغير، هو اللي علمني لعب كره القدم، هو اللي دخلني النادي الاهلي، هو اللي تعب معايا، هو صاحب الفضل الاول والاخير عليا، هو اللي خلاني ابقى قاعد مع حضرتك دلوقتي. حبيبي حبيبي ربنا يخليه لك كده وان شاء الله يكون ربنا يديله الصحه في احسن حال واهنى بال يا رب العالمين. خلال حضرتك برضه بوجه التحيه لوالدتي واخواتي احمد اخويا واختي برضه لاصحاب فضل كبير بعد ربنا عليا وسياده القائد هيثم بك عبد العليم برضه يعني ساعدني كتير جدا ان اجي لحضرتك هنا بس انتوا صراحه لعيبه الاكاديميه بتاعتنا بس انتوا عينكم كويسه فعلا في لعيبه مميزين جدا تم تسويقها برضه عشان ما بيخلصوش حقها لعيبه كتير جدا والله على يعني مدار السنين احنا فاتحين اكاديميه وعندنا 3 فروع في محافظه كفر الشيخ من حوالي 6 سنين يعني من واحنا طلبه في كليه التربيه الرياضيه. انتوا شغالين انتوا خريجي تربيه رياضيه. احنا خريجين تربيه رياضيه وشعب التدريب كره قدم تخصص. طب كويس والله يعني والسنه اللي فاتت مودين لعيبه في انديه دوري ممتاز يعني لعبتوا يعني انتوا معلش مدربين بقى بسم الله ما شاء الله يعني اكاديمي بطوله منطقه كفر الشيخ مواليد 2004 يعني من نادي كفر الشيخ. تمام البطوله الحمد لله يعني ده خريج التربيه الرياضيه ده على دماغنا. معانا الكابتن الهامي فرج مدير اكاديميه سموحه بالقاهره. اهلا وسهلا كابتن الهامي. اهلا وسهلا بيك حبيبي. اخبارك ايه عامل ايه؟ تمام الحمد لله والله. كلمنا كده عن اخبار الاكاديميه هذا الموسم كابتن اكرام. كابتن اكرام كابتن الهامي الحمد لله احنا جددنا التعاقد التلفزيون بس شويه مع سموحه مع محمود صبحي اللي هو محمود. تمام جددنا التعاقد كده ودي السنه الثالثه على التوالي ان شاء الله. بالتوفيق كده كابتن. في سلبيات او اي معوقات تعوق مسيره النجاح لاكاديميه سموحه بالقاهره؟ لا خالص والله الحمد لله الفرع بيلاقي كل الدعم من فرج بيعامل رئيس النادي مهندس فرج عامل رئيس النادي كل طلباتنا بتبقى مجابه واللي هو محمود صبحي رئيس قطاع الناشئين والكابتن صلاح الناهي والكابتن زيزو الحمد لله القطاع عندنا السنه اللي فاتت سلمنا 2 لعيبه من 2007 والسنه دي برضه في 4 أو 5 لاعبين من 2007 يكونوا موجودين وان شاء الله احنا الفرع الوحيد اللي سلمنا لعيبه للنادي وفي لعيبه عندنا كتير اتباعت برضه من خلال الفرع في لعيبه عندنا راحت زد وخلصت السيرة الرسمي من خلال النادي. طب كويس دي حاجه كويسه يا كابتن الهامي. كابتن الهامي بالنسبه للاعبين بيلعبوا بطوله دوري مثلا ولا بيلعبوا تدريبات وخلاص؟ لا احنا السنه اللي فاتت الاتحاد كان خد قرار بتقليل عدد المشاركين في دوري الاكاديميات يعني الكود اتحجم علينا 40 ولد فاحنا كنا بنلعب في اسكندريه وكنا بناخد موافقه ان احنا نلعب بيهم في الجيزه هنا فالسنه دي لما اتقفلت معانا خدنا قطاعين بنلعب بيهم في دوري الجيزه هنا انا عندي قطاع براعم بيلعب في الجيزه هنا.
تمام كابتن الهام، دي حاجه كويسه طبعا عشان فرز الاولاد طبعا وانتقائهم للانديه. شكرا جزيلا كابتن الهامي فرج، مدير قطاع البراعم والناشئين باكاديميه سموحه فرع القاهره. كابتن محمود طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكرك طبعا على اساس انتوا خريج تربيه رياضيه يعني ناس زمايلنا، وفي نفس الوقت لعبتوا في انديه محترمه زي الزمالك بتروجيت حاجه برضو محترمه تليق بكم ان شاء الله، وتكونوا كده مدربين على اعلى مستوى ان شاء الله. شكرا لحضرتك ان حضرتك اتحت لنا الفرصه ديت ان احنا نكون موجودين مع حضرتك النهارده ونقدم افكارنا للناس. ربنا يوفقك كده ويخليك كده ونساعدكم. طبعا التربيه الرياضيه دي حاجه يعني حاجه كويسه جدا. طبعا طبعا يا كابتن. طبعا بالنسبه للحمد لله تم التعاقد لمده 3 سنوات مع نادي المصري الصلوم، واللي طبعا تم تغييره لنادي المصري اف سي احد انديه الممتاز به، والتدريب ان شاء الله سيكون في القاهره ولعب المباريات في طبعا مدينه القاهره ان شاء الله باذن الله. وباذن الله هيكون في تقرير مفصل ومصور داخل قطاع الناشئين والاجهزه الفنيه الجديده باذن الله في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله. وانتظرونا وبرنامجكم برنامج ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.